السلام عليكم عزيزتي المرأة، تعالي اما اقولك على اكلة سهلة وسريعة من غير لحوم ومن غير اي تكلفة، بما ان دلوقتي اول الشهر بقى زي اخر الشهر مفيش اي فرق، فتعالوا نعمل مع بعض اكلة حلوة قوي وسهلة من غير اي لحوم. تعالي نشوف المكونات ايه، ما تنسيش بقى لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس واكتبي رأيك في الكومنتات. شوفي بقى هنعمل ايه. هاتي اللي موجود عندك في التلاجة كله، عندك طماطم، فلفل، فلفل حار، زيتون اسود، زيتون اخضر، مشروم ما عندكيش خالص، عندك بطاطس. شوفي ايه الخضار اللي موجود عندك وفصين توم كده، حتى لو عندك على فكرة بتنجان ممكن تقطعي مكعبات بتنجان. انا هنا عاملة طبق سلطة على جنبه، وهنعمل بقى طبق الاكل اللذيذ ده جنبه، بجد في منتهى الجمال هيعجبكم جدا. تعمليه على فطار، غدا، عشاء، سهل قوي. اول حاجة انا جبت هنا 3 حبات بطاطس وقطعتهم مكعبات وتحمريهم. اول حاجة هنعملهم هنحمرهم، وبعدين وهم على النار كده نبتدي نعمل بقية الخطوات، عشان عقبال ما تتحمر نكون ابتدينا خلصنا جزء كبير من الاكلة. هاتي الطاسه بتاعتك حطي فيها سمنه وزيت، انا حطيت سمنه عشان احنا هنعمل بيض، ما بحبش اعمل البيض بالزيت بس، لازم يكون فيه سمنه. وحطيت هنا بقى فص ثوم مهروس مع الفلفل الحار مع فلفل الرومي، انا كده كنت دقيت فصين الثوم هما موجودين مع الفلفل، هحطهم هم. وحطيت كمان فلفل رومي، عندك فلفل اصفر، فلفل احمر، عندك مشروم اللي موجود عندك في التلاجة، لمي كده بقية الخضار اللي عندك في التلاجة وقطعيه وهنعمل بيه الاكلة دي. انا كده حطيت فلفل حار ورومي وتوم، وبعد كده ما شوحت التوم شوية نزلت بقى بالزيتون المخلي الاخضر. على فكرة الزيتون لما بتحطيه على النار وتشوحيه كده مع اي خضار بيدي ريحة وطعم حلو قوي، بس تراعي دايما بقى وانتي بتحطي الملح انك ما تزوديش الملح عشان هو مملح. وهنا معايا طماطمتين كده مقطعهم مكعبات صغيره، هقلبهم مع بعض، الريحه هنا كانت تحفه، هقلبهم كده مع بعض شويه، ورشيت رشه من الملح وكمان رشه كده من الفلفل الاسود، وبس هغطي عليها دقيقه دقيقتين عقبال بس ما الطماطم تنزل الصوص بتاعها كده شويه وتعمل لنا صلصه حلوه لبقيه الوصفه. على نار عاليه، انا شغاله كله على نار عاليه، هغطيها هي دقيقتين وهنرجع لها تاني. بعد دقيقتين كده فتحت عليها، لقيت الطماطم كده نزلت الصوص بتاعها، بحاول اهرسها كده على قد ما اقدر علشان تبقى طريه وكانها صلصه. يلا نكمل بقيه بقى الوصفه بتاعتنا. كده البطاطس اتحمرت، على طول هصفيها من الزيت واحطها على الخلطه اللي احنا عاملينها دي، ريحتها خطيره. انا عايزه اقولك انك ممكن تاكلي الخلطه اللي احنا عاملينها دي من غير بيض، والله العظيم زي ما بقول لك كده طعمها حلو جدا. كده حطيت مكعبات البطاطس المحمره وهنقلبهم مع بعض كويس برضه، علشان عايزه البطاطس تاخد من طعم الزيتون وطعم الفلفل والطماطم، تبقى حلوه قوي الاكله دي ما تبقى حاميه شويه. هنا عندي 6 بيضات، انا حطيت عليهم شويه كركم عشان البيض اللي كان عندي صفار ومش جامد قوي، وانا بحب اللون البيض يكون اصفر، ما بحبوش يكون لونه فاتح، فدي حركه برضو حلوه لو انت عايزه تخلي لون البيض اللي بتعمليه ما يكونش اصفر فاتح، حطي كده رشه كركم بتديله لون حلو وما بتديلوش اي طعم ومتأثرش في الطعم خالص. حطيت ملح وفلفل اسود، وحطيت شويه فلفل اسود برضو على البطاطس اللي في الطاسه. كده خلاص كله معايا، انا كده كنت باكل وبدوق، كانت عجباني قوي كده اصلا كمان من غير بيض. وخلاص هوزعهم كده عشان مش هقلبها تاني، وحطيت عليها البيض، سويتهم كده عشان مش هنقلبها، عشان عايزينها تبقى زي كده ايه، زي قرص البيتزا كانها بيتزا. وهغطي عليها واوطي النار عليها 5 دقائق بالظبط، استوت معايا، كانت يدوبك بس من على الوش كده عايز تستوي حاجه بسيطه. اختياري بقى لو عندك اي نوع جبنه حطيها، انا عندي كانت شويه موتزاريلا حطيته، ما عندك شويه جبنه رومي حطيها، ما عندكش حاجه خالص مش هتقولك لا، اللي انت عايزاه حطيه. انا لما حطيت هنا الجبنه رحت طفيت عليها، يعني طفيت النار كده وغطيتها وسبتها بقى 10 دقايق عقبال ما تسخني العيش وتظبطي الاكل بتاعك، هتلاقي الجبنه ساحت على الوش وبقت زي الفل. بعد ما استوت اهي وطلعتها شكلها خطير وريحتها كانت حلوه جدا، ريحه الخضار مع الزيتون جميله قوي. رشيت رشه من الفلفل الاسود، واعملي بقى طبق سلطه حلو كده زي ما انتي شايفه. يا سلام بقى على العيش ده، احنا بنقول عليه ملدن وبنقول عليه، وفي ناس بيقولوا عليه مفقش، والعيش الناشف ده يعني بجد الواحد بقى بيحبه اكتر من العيش الطري. خطيره بجد، طعمها حلو قوي وسهله قوي، ما خدتش منك اي وقت، فتقدر تعمليها وانت راجعه من الشغل بقى مستعجله، ما عندكيش لحوم ولا اي حاجه عايزه تاكلي اكله حلوه كده ومفيده لعيالك حتى، اعمليها حلوه قوي. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم، واحاول الفتره الجايه ان شاء الله اعمل لكم كذا وصفه من غير لحوم، وعملنا قبل كده على القناه كمان كذا وصفه من غير لحوم كلهم احلى من بعض. يا رب تكون النهارده عملتوها، وانا سميتها الطاسه المنقذه.
تنقذك على طول في اي وقت عايز تعملي اكله حلوه ومشبعه. جربي تعملي الوصفه دي بجد هتعجبك ومش هتبطلي تعمليها. ما تنسيش بقى تدوسي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتكتبي لي كومنت حلو لو الوصفه بتاعت النهارده عجبتك.